ما هو أعظم واجب علينا يا منتصر؟ أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى. وما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد أحد إلا الله. لا نعبد لا حجرة ولا شجرة ولا شمس ولا نار ولا بقر، فالعبادة تكون لله وحده لا شريك له. وأن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ونؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وحده لا شريك له.